إسرائيل وصلت لساعة الصفر البدء بالتوغل في جنوب لبنان، وذلك بعد هجوم كبير نفذه حزب الله اللبناني صباح هذا اليوم على عمق تل أبيب. تفاصيل هذا الهجوم تحدثت عنه بالتفصيل وكالة الأسوشيتد بريس، والذي جرى هنا بأن حزب الله أطلق هذا الصاروخ من جنوب لبنان عبر البلدات الإسرائيلية الساحلية مع البحر المتوسط باتجاه تل أبيب، ولأول مرة تنطلق صافرات الإنذار في إحدى البلدات التي تأتي إلى جنوب من حيفا، ألا وهي زخرون يعقوب كما تلاحظون، وكما تحدثت الجروزلم بوست والمصادر الأولى. ونتحدث للمرة الأولى على الإطلاق منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، وصافرات الإنذار أيضا انطلقت في نتانيا، وذلك لأن الصاروخ مر من فوق هذه البلدة واتجه مباشرة باتجاه تل أبيب، وصافرات الإنذار كانت بهذا الشكل في تل أبيب، وتحديدا أن الصاروخ قد وصل تقريبا إلى هذه النقطة في غوش دان، وقد ظهرت لقطات وصافرات الإنذار في تل أبيب بهذه الطريقة كما تلاحظون من خلال هذا التصوير لطبيعة التصدي لهذا الصاروخ، والصاروخ قد كان قد تم التصدي له هنا في هذه النقطة التي ترونها. هذه هي نقطة أو عملية التصدي التي تمت فعلا من قبل الجانب الإسرائيلي، وحزب الله اللبناني كان قد تبنى هذه العملية وأكد بأنه استخدم صاروخ قادر واحد، وهذا الصاروخ هو نسخة طبق الأصل من صاروخ فاتح 110 الإيراني. يصل طول هذا الصاروخ إلى 16.4 مترا تقريبا، ووزن الصاروخ أكثر من 17,000 كيلوغراما، والرأس الحربي له يصل وزنه تقريبا من 700 إلى 1,000 كيلوغرام، والمدى 300 كيلومتر، وهو من الصواريخ البالستية الدقيقة للغاية، أي أنه عندما يستهدف الهدف هو يستهدفه بدقة عالية ونسبة الخطأ ضعيفة بالنسبة لفاتح 110. وبشكل عام هذا يوضح بأن هنالك تصعيدا كبيرا من قبل حزب الله اللبناني، لأن حزب الله طيلة هذه الفترة استخدم صواريخ فجر 5 وفجر 3 وكذلك صواريخ الكاتيوش، لكنه قفز قفزة واحدة ليستخدم فاتح 110، أي أن فقط صواريخ الاسكود هي الوحيدة المتبقية الآن التي لم يستخدمها حزب الله اللبناني، ليوضح بأن هنالك تصعيدا كبيرا وأن الحزب قادر على الرد فعلا رغم كل الضغوط التي يتعرض لها. وتفاصيل هذا الأمر وكيف جرى هذا الهجوم، فإن الهجوم تم في الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم بتوقيت بيروت، والهدف الأساسي كما تحدث حزب الله اللبناني هو مقر الموساد الإسرائيلي الموجود والمتواجد في تل أبيب، هو كان الهدف، وذلك بسبب أن الموساد بحسب اتهامات حزب الله اللبناني هو الذي نفذ عملية البيجر واللاسلكيات والتفجيرات التي أدت إلى أضرار كبيرة بين عناصر حزب الله اللبناني وعناصر قوات الرضوان من قوات النخبة في حزب الله، وكذلك أيضا في نفس الوقت الاغتيالات الكبيرة التي نفذتها إسرائيل على قادة حزب الله اللبناني، كلها كانت قد تمت وقد نفذت بجهد كبير من قبل الموساد. لذلك حزب الله يريد إرسال درس ويريد استهداف النقطة التي تم التخطيط للقيام بكل هذه العمليات تحديدا، ولكن المشكلة بالنسبة لحزب الله بمجرد ما أطلق الصاروخ وتعدى طبعا كل الدفاعات الموجودة وغيرها ووصل فعلا إلى تل أبيب، لكنه واجه منظومة مقلاع داود التي تمكنت من ضرب هذا الصاروخ وتدميره كما كان هو واضحا، لا بل أن إسرائيل تمكنت من تحديد موقع إطلاق هذا الصاروخ وجاءت الطائرات مباشرة لتنفذ هذه الضربة باتجاه المنصة التي تم إطلاق الصاروخ منها، واتضح بأن هذه النقطة تأتي نوعا ما إلى الجنوب من النهر الليطاني، وهي إحدى البلدات الصغيرة التي تقع إلى الغرب من برج قلوي، وهذه هي المنطقة تقريبا، وسترى بأن هذا هو المبنى تحديدا الذي كان بجانبه منصة هنا في هذه النقطة عندما أطلقت هذا الصاروخ. لاحظ الصورة من الطائرة الحربية الإسرائيلية لنفس الموقع كما نرى، ولاحظ هذه المنصة كيف أنها متوقفة، ضبطتها إسرائيل وقامت إسرائيل بضرب هذه المنصة في نهاية المطاف. طبعا هذا الأمر كان كبيرا للغاية، إلى درجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بتأجيل وتأخير سفرته التي من المفترض أن يقوم بها اليوم، أن يتجه مباشرة إلى نيويورك من أجل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو أجلها بسبب أنه يريد دراسة الخيارات الخاصة بهم. ومباشرة بدأت إسرائيل بضرب الأهداف، أهداف كثيرة قد ضربت في جنوب لبنان في البقاع وأهداف أخرى كما تلاحظون، 60 هدفا هي الأهداف التي كانت قد استهدفت
ارتكبتها إسرائيل ضد حزب الله. وتلاحظ هذه بعض اللقطات من طبيعة هذه الضربات التي استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ، مستودعات صاروخية وغيرها، وبيوت كذلك تم إفراغها من المدنيين كما تتحدث إسرائيل. ولاحظ هذه بعض الضربات باتجاه هذه البيوت، الذي طبعا ظهر من هذا البيت هذه الصواريخ كما تلاحظون. دمار كبير للغاية بعد الهجوم على تل أبيب. لا بل إن الأمر تصاعد بشكل كبير على مستوى التصريحات للقادة العسكريين في الجيش الإسرائيلي. على سبيل المثال، قائد قيادة المنطقة الشمالية أوري جوردن قال: دخلنا مرحلة أخرى من الحملة، مستعدون للبدء بالمناورة. ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا قال: نستعد لمناورة في لبنان، والهدف إعادة سكان الشمال. وليلة يوم أمس كانت هنالك لقطات لعدد من المدرعات الإسرائيلية، كما نشر نور جولان المتخصص بكل التحركات العسكرية في سوريا في الجولان وكذلك باتجاه جنوب لبنان، وأظهر هذه المدرعات التي أكد طبعا بأن هذه المدرعات متجهة إلى شمال إسرائيل تحديدا للإعداد لعملية برية باتجاه جنوب لبنان. وكذلك كانت هنالك صورة قد نشرت لرئيس الأركان المشتركة الإسرائيلي، أو رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، وهو ينظر إلى هذه الخارطة مع بنيامين نتنياهو. وإذا ما دققنا بهذه الخارطة قليلا سنلاحظ بأنه يشير إلى نقطة معينة في لبنان. هذه هي بيروت، هذه هي صورة، نفس الصورة بالقمر الصناعي للصورة التي يشير لها هيرتسي هاليفي. وتلاحظ هنا بأن في السبابة تحديدا هو يشير إلى نقطة معينة أبعد من ما نراه هنا، وبالتالي بتقدير واضح للغاية أنه يشير تقريبا إلى صيدا. هذه هي النقطة التي يبدو بأنه يشير لها. والمثير للغرابة هنا والمثير للاهتمام أن بعد هذه الصورة كان هنالك انفجارا على بعد تقريبا 15 كيلو مترا من صيدا باتجاه هذه النقطة تحديدا إلى الجنوب من صيدا. وهذه المنطقة كان قد ظهر بها انفجار كما تلاحظون، هي نفس المنطقة الظاهرة بالقمر الصناعي. وواضح أن الجانب الإسرائيلي هنا سيذهب بعيدا بهذه المعركة، كما هو واضح ليس فقط من التصريحات والتحضيرات والضربات وحملة سهام الشمال التي نتحدث عنها، لا بل أن المسألة وبعد هذا الهجوم الذي نفذه حزب الله على تل أبيب، جاءت صافرات الإنذار أيضا باتجاه نهاريا، وكذلك أيضا جاءت باتجاه حيفا كما تلاحظون، إلى شرق حيفا باتجاه أيضا قاعدة رامات دافيد، القاعدة التي تعتبر موطنا ونقطة مهمة لطائرات F-16C والF-16D الخاصة بإسرائيل. وبالتالي الهجمات مستمرة، وحتى باتجاه صفد التي تعتبر مقرا لقائد قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية، ومن هنا هو يقود كل العمليات التي تجري على جنوب لبنان. وما هو مثير أن المرشد الأعلى الإيراني كان قد قال: حزب الله منتصر اليوم تحديدا مع كل هذه التطورات ومع ما جرى في تل أبيب من هجوم من حزب الله اللبناني. وكذلك أن نور جولان نشر في 24 ساعة الماضية المزيد من التحركات للفصائل المسلحة المقربة من إيران باتجاه هذه المنطقة التي ترونها، السويداء وكذلك درعة، وأكد بأن الثكنات العسكرية الخاصة للجيش العربي السوري اتجه لها واتجه باتجاهها مقاتلين من جماعة الحوثي تحديدا، هم الذين انتشروا في هذه المنطقة قادمين طبعا بحسب تقارير سابقة من العراق ووصلوا إلى هذه المنطقة. لا بل أيضا أن هنالك تفاصيل مثيرة من هارتس الإسرائيلية التي أكدت بأن هنالك قلق من قبل الجانب الإسرائيلي بأن هنالك ما يقارب 70,000 عنصر من جماعة الحوثي والفصائل المسلحة المقربة من إيران أصبحوا منتشرين باتجاه مرتفعات الجولان. وكذلك أن هنالك تقاريرا أكدت أيضا من نفس هذه المصادر أن هنالك قيادات مهمة لهذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران قد اتجهت من دير الزور والميادين باتجاه القصير، وذلك من أجل الدخول إلى لبنان لمساندة حزب الله اللبناني في هذه المعركة المرتقبة. وبالتالي الجانب الإسرائيلي هنا يعلم تماما أن التحشيد في سوريا هو يأتي من أجل فتح جبهة الجولان مباشرة، الجولان التي لا تعترف بسيادتها إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر محتلة من قبل طبعا النظام السوري، هو يعتبرها بأنها محتلة، أن إسرائيل محتلة لها، والأمر غير قانوني نهائيا. وكذلك حزب الله اللبناني نفس الاعتبار لمرتفعات الجولان. بالتالي هذه رسالة واضحة، إن تقدمت إسرائيل إلى جنوب لبنان فإن حزب الله والفصائل ستشعل هذه المعركة لإفشال هذا الهجوم الخاص بالجانب الإسرائيلي على الجنوب، وأن تكون هنالك المزيد من الهجمات القادمة على إسرائيل لإبطاء هذا الهجوم
المتوقع. وبدأنا نرى بأخبار عاجلة قبل تقريبا نصف ساعة من الآن، تحدثت الأخبار العاجلة بأن الفصائل المسلحة العراقية نفذت هجوما بالطائرات المسيرة مباشرة على إيلات وضربت نقطة معينة في إيلات، وبأن هنالك مصاب واحد على الأقل. بالتالي هذه الظروف هي كبيرة للغاية نشهدها في هذه المنطقة بكل تأكيد، ويبدو بأننا أمام ساعات وأيام حاسمة قادمة لما ممكن أن نراه في جنوب لبنان.